السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، سؤال يتردد بين الكثير من الناس: ما حكم الشريعة الإسلامية في من مات في الزلازل أو في الفيضانات أو في البراكين أو في غيرها من الكوارث الطبيعية؟ ما حكم الشرع في ذلك؟ بعض أهل العلم يقولون أن من مات في هذه الكوارث الطبيعية ربما قد يكون مات بسبب ذنوب ارتكبها، لأن القرآن العظيم يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فيقولون بأن الذي مات بهذه الكوارث ربما ارتكب ذنبا وأراد الله أن يغفر له فأصابه وأنال منه. لكن جمهور العلماء يقولون: كلا، الذي مات بهذه الكوارث هو يسمى شهيدا، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل: ما تعدون الشهيد في أمتي؟ قالوا: الشهيد في أمتك من جاهد لإعلاء كلمة الله، أي تكون كلمة الله هي العليا، مات في ساحة المعركة مقبلا غير مدبر. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن فالشهداء من أمتي قليل. ثم قال: الشهيد من أمتي، هناك منهم الغريق، من غرق في البحر أو في اليم يسمى شهيد، ومن وقع عليه الردم كما في الزلزال يسمى شهيد، ومن سقط من علم من مرتفع أو من عمارة يسمى شهيد، والمحروق شهيد، من احترق بالنار أو ربما ساق كهربائي يسمى شهيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عند الوضع أيضا شهيدة، وهي تضع ابنها ووقع لها ما وقع ثم توفيت فهي شهيدة، ومن قتل دون نمال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد. فالشهداء في الدين الإسلامي كثر ومتعددين. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون الشهادة لأكبر عدد من أمة لا إله إلا الله. فهؤلاء الناس الذين ماتوا في أهدي الزلزال، زلزال الحوز بالمغرب وما جاوره، نعتقد بأنهم شهداء، أنهم انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، والعلماء يبشرونهم بحسن الخاتمة، لأن أعظم ما يعطيه العبد، يعطيه الله تعالى للعبد المؤمن، حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، أن يختم لك الله تعالى بالشهادة. لهذا العلماء قالوا بأن الشهيد في المعركة هو يسمى الشهيد الحقيقي، شهيد الدنيا، والذي يموت ببغتة، ميتة البغتة، إما حوادث سير وإما زلازل وإما فيضانات وإما غرق وإما حرق وإما ردم، هذا يسمى شهيد الآخرة، وكلهم عند الله شهداء. لكن الفرق بينهم أن الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في ثوبه. اللون الدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد، لم يغسلهم ولا يكفنهم بل كفنوا في ثوبهم. أما شهيد في الهدم أو الكوارث الطبيعية فإنه يغسل، فإذا تعذر يرش بالماء ثم يكفن ثم يصلى عليه، وممكن أن نصلي عليه صلاة الغائب من بعيد، يأتي الأحباب وأهل الخير يصلون عليه ولو في مدينة أخرى أو إقليم آخر أو دولة أخرى، كما شهدنا بشهداء إقليم الحوز، صلى عليهم أهل المغرب كلهم، شماله وجنوبه وشرقه وغربه ووسطه، بل صلت الكثير من الدول الإسلامية الشقيقة عليهم، أقام صلاة الغائب. فمصر مثلا والإمارات ودول الخليج وتركيا وعدد من الدول الشقيقة والحبيبة المسلمة صلوا على هؤلاء الشهداء صلاة الغائب. نسأل الله تعالى أن يتغمدهم في واسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. ثم هناك بشرط أخرى للشهيد، الله سبحانه وتعالى يعفيه من الكثير من الألم. أولا يعفيه الله تعالى من ألم خروج الروح، لأن الروح لما تخرج من الجسد يتألم فيها العبد ألما عظيما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصفد من العرق الشديد في الليلة الباردة، وكان يصب عليه قربتين من الماء البارد، وكان يقول: آه ثم آه، إن للموت لسكرات. لكن الشهيد لا
يعذب في خروج الروح، تخرج منه الروح كوخز الإبرة، ثم لما يصير للقبر يعفى من سؤال القبر. كما تعلمون بأن أي إنسان إذا دخل القبر سئل، إذا كان مؤمن بعث الله إليه بشير ومبشر، وإذا كان غير مؤمن بعث الله إليه نكير ومنكر، يسألانه من ربك، ما دينك، ما قولك في الذي بعث فيكم. إذا كان شهيدا فإنه يعفى من السؤال، ويقال له نم نومة العروس في خضرها، نعمة وكرامة من عند الله تعالى. ثم يوم البعث والنشور لما يخرج الناس من قبورهم ويشعرون بالخوف والفزع الأكبر، ونلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى يسأل العباد: لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الشهيد لا يسأل، وإنما ينتقل من القبور مباشرة إلى القصور، ويقال له: ادخلوها بسلام آمنين، بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. هذه نعمة من عند الله تعالى. ثم لما يدخل الشهيد إلى الجنة ويتنعم فيها، ويعطيه الله تعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، آنذاك الله تعالى يعطيه مقام آخر فضلا عن الشهادة، يعطيه الشفاعة، يشفع لسبعين من أهل بيته استوجبوا النار، يشفع لهم. فهذه كرامة ونعمة لكل شهيد مات على الفطرة وعلى دين الإسلام، ورزقه الله حسن الخاتمة. فاللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم ارحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اكتب هؤلاء الأموات والضحايا في صفوف الشهداء. اللهم أسكنهم فسيح الجنات، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واجعل قبورهم مزارا للملائكة، واجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم. اللهم يا رب العالمين اسقهم شربة ماء من حوض النبي الأكرم لا يضمؤون بعدها أبدا. اللهم أدخلهم الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، وبوئهم مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ارزقهم القصور تجري من تحتها الأنهار، وابعثهم مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم، وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، وارزق أهلهم الصبر والسلوان. وماذا عسنا أن نقول إلا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإن لا نقول إلا ما يرضي الله، وإن لله وإن إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.